بسم الله والله أكبر والحمد لله أبد الآباد آمين يا رب العباد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز أي لا يقهر، لا غالب إلا الله، ولا آمر إلا الله، ولا ناهي إلا الله، ولا مشرع إلا الله. إن الله عزيز، هل نقف في هنا تنتهي الآية؟ لا، إن الله عزيز. إذن إذا كانتم تبغون العزة فالعزة لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن أنتم منافقون، درجة أولى لستم بمسلمين ولستم بمؤمنين ولستم بمحسنين، أنتم المسيئين أهل الصلاة والكرب في معظمهم، نسأل الله السلامة.